shayd marani shom amshi قال يسوع: كان لرجل ابنان، فقال له الأصغر: يا أبي، أعطني حصتي من الأملاك، فقسم لهما أملاكه، وبعد أيام قليلة، جمع الابن الأصغر كل ما يملك، وسافر إلى بلاد بعيدة، وهناك بدد ماله في العيش بلا حساب، فلما أنفق كل شيء، اصابت تلك البلاد مجاعه قاسيه فوقعا في ضيق فلجا الى العمل عند رجل من اهل تلك البلاد فارسله الى حقوله ليرعى الخنازير وكان يشتهي ان يشبع من الخرنوب الذي كانت الخنازير تاكله فلا يعطيه احد فرجع الى نفسه وقال كم اجير عند ابي يفضل عنه الطعام وانا هنا اموت من الجوع ساقوم وارجع الى ابي واقول له يا ابي اخطات الى السماء واليك ولا استحق بعد ان ادعى لك ابنا فعاملني كاجير عندك فقام ورجع الى ابيه فرآه أبوه قادما من بعيد فأشفق عليه وأسرع إليه يعانقه ويقبله فقال له لب يا أبي أخطأت إلى السماء وإليك ولا أستحق بعد أن أدعى لك ابنا فقال الأب لخدمه أسرع هاتوا أفخر ثوب وألبسوه وضعوا خاتما في إصبعه وحذاء في رجليه وقدموا العجل المسمن واذبحوه فنأكل ونفرح لأن ابن هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد فأخذوا يفرحون والمجد لله دائما والرب يبارك عليكم المجد للمسيح ربنا اليوم هو الأحد الثاني من موسم الصيف اللي هو موسم التوبة إنجيل اليوم اللي قرانه شماس هو قطعة صغيرة من فصل 15 من لوقا صراحة أنصحكم إذا رجعتم مع البيت وعدكم إنجيل اقرونوا فصل 15 لانه اذا استقطعنا هالجزء فقط ما راح نفهم هذا اللي راد يقوله يسوع يسوع حكينا في هذا الفصل قصه الخروف الضال وقصه الدرهم الضال الضايع وبعدين قصه ابنين واحد اب عنده ابنين واحد يضيع برا يروح وواحد يبقى جوا لكن يبقى معقد. يعني اكو ضياع برا واكو ضياع جوا. الخروف يضيع برا والدرهم يضيع جوا داخل البيت. الابن الكبير يضيع برا والابن الصغير يضيع برا والابن الكبير يضيع جوا يبقى بلا علاقه مع ابوه، ايش يريد يقول يسوع؟ مع الاسف سمونه هذا اعتبارا من القرن الخامس عشر من اخترعوا المطابع وبداوا يطبعون الكتاب المقدس قاموا يقسمون الفصول الى حسب المواضيع فقروا هذا باستعجال فسمونه الابن الشاطر. نحن نستعمل كلمه شاطر يعني ذكي بس بالحقيقه هو اللي شطر اموال أبونه واخذ ميراثه قبل ما ابوه يموت او يسمونه الابن الضال لكن القصه ما تقول فقط هذا كان ضال اثنين مضالين نقدر نسمي هذه القصه قصه الاب المسكين اللي ابتلى عنده اثنين اولاد اثنين مو زينين اثنين كل واحد شكل لكن بالضياع اثنين مسوى الابن الصغير اللي قرينا هسه النص مالته حتى نشجع التوبة وهذا زين أنه تاب بس الابن الكبير ما راح يتوب راح يبقى واقف برا وهذا فرد شيء خطر لأن يسوع يقل لنا أكو كثير ناس مسيحيين مؤمنين يجون على الكنيسة بس تبقى حياتهم ضايعة لأنه الابن الكبير راح يبقى يبقى يحقد على أخونه ويبقى يعاتب أبوه على أنه أنت جدي ما انطيتني أتنعم مع أصدقائي أنا أنا كم سنة أخدمك أشفت منك إلى آخره يعني الكلام القاسي اللي يقوله الأخ الكبير كثير كثير خطر وكثير مرات نأخذها على نفسنا لأنه إحنا كثير مرات من نعتبر نفسنا مؤمنين نحمل الله من نية جينا على الكنيسة بهذا الحر درجة حرارة أربعة وأربعين وجيتوا على الكنيسة أنت جيت الخاطرك لو جيت الخاطر أبوك فكثير مرات هذا الأب الله يقول يسوع ما يفهمونه أولاده كلتنا ما نفهمه لأن الله هو يحبنا بدون شرط يحب الابن الصغير بعد ما يرجع ليش يرجع الابن الصغير يقول عاش فد مكان خلصت فلوسه واكل كل شيء وقام يرعى الخنازير والخنازير تاكل بجنجل ها خرنوب وكان يشتهي يملي بطنه من هذا الخرنوب وما حد ينطينه فأشر ليش رجع؟ مو لأن أبونه يحبه لا رجع لأنه جوعان يقول بيت أبوي أكو خدام يشبعون خبز وأنا هون أموت من الجوع فقام رجع يقول له لابونه أعتبرني خادم لكن أبونه يفاجئنا يفاجئه يركف يحضنه يقبله ويأمر بذبح العجل المسمن وجيبوا له قميص جيبوا له صندال جيبوا له حذاء جيبوا له خاتم، خاتم مهم مال هذاك الوقت يعمل تشيك بالخاتم مالته يعني يقدر يصرف كيفه وخليه نفرح لأن ابني هذا كان ميتا فعاش وضالا فوجد. لو الانجيل ضاع كله وبقي بس هذا الفصل هذا كافي حتى يعطينا زبدة يسوع. زبدة هذا مختصر كل العهد الجديد مختصر كل يسوع كل يسوع على حله بهذا الفصل 15 من لوقا كثير مهم أنصحكم تتأملون بينه أنا أنا صار لي 43 سنة مرسوم كاهن مش بعان من هذا الفصل كل مرة أكتشف فريد شيء جديد بينه الجديد اللي بينه أنه من وجهة نظر من وجهة نظر الله يسوع قيحكي قي ونحن نحكي من وجهة نظرنا الابن الصغير أناني مصلحتي الابن الكبير وسواسي خواف على ما أعرف إيش كل واحد يشوف الدنيا والله من وجهة نظره هو ما حد يشوف الدنيا من وجهة نظر الله شلون يشوفك الله شلون يشوفك الله شلون يحبك الله؟ شلون يحبك الله؟ هذا المطلوب وهذا الموصوف في هذا الإنجيل الوصف اللي بينه غير معقول بالنسبة إلنا غير معقول يعني الابن الصغير بعد التي ولته وبعد ما أكل مالك مع البغايا ذبحت له العجل المسمّن وجبت موسيقى وجبت حفلة شوفوا هذا الابن الكبير ايش يقول على أخونه حتى ما يسمينه أخي ابنك هذا ابنك شوفوا الحقد الموجود بينه مستحيل يفهم الإنسان الله ولهذا نقدر نقول أنه يسوع هو ابن الله لأنه قدر أن يدخلنا في قلب الله هذا القلب الحنون الطيب الأبوي هوني إحنا يعني يطرح علينا هذا الإنجيل هذا السؤال هل يا ترى راح نهتدي نحن ايضا؟ راح ندخل جوا واذا دخلنا ايش نشوف؟ نشوف حفله. نشوف موسيقى، نشوف مناسبه الابن الكبير ما يقبل يدخل وراح يحرم الموسيقى وراح يحرم الرقص وراح يحرم كل شيء. ليش؟ لانه يتصور الله معقد مثله. ولهذا يسوع لما يحكي على الضياع يقول الظلمة البرانية حيث البكاء وصريف الأسنان أكبر مصيبة أن تبقون برا ممكن تدخلون كنيسة بس تبقون برا يعني برا محبة الله برا حنية الله برا الرحمة مال الله وصريف الأسنان يعني من راح تكتشفون انه ضيعتم حياتكم في ديانه تافهه ديانه تافهه ديانه هي علاقه بس علاقه ايش اثنين مولادو اثنين عندهم علاقه معانو واحد كبير وواحد صغير بس كل شيء ما افتهموا وهذا الانجيل هذا النص 15 من لوقا هذا هذا انا يخوفني لأنه كثير أكو مسيحيين بالاسم فقط يا ريت بالاسم فقط لكنه أيضا ما عندهم من الله ولا شيء ولا شيء أولاده إيه معمدين إيه يجون إيه؟ هذا ما يشتغل اللي اهتدوا إلى يسوع لما بدأ هذا يشتغل تغيرت حياتهم 180 درجة، تغيرت. لا بقى يخاف، لا بقى يحزن، لا بقى يهمه شيء، يعيش حياته الحاضرة مهما كانت، هسا ظروفنا يمكن عندنا قلق بس أنا أقول ماكو داعي لأن هو موجود وهو أبونا وهو يحبنا وأكيد راح يلقي راح يلقي حل. اليوم كنتوا مع سيدنا ورحنا سق استقبلنا الرئيس مسعود برزاني حتى يسمع من عدنا كنت مع الأساقفة وسيدنا البطرك وكان استقبال جيد وفعلا دائما أكو أمل للي يحاول أن يكون على طريق يسوع أطلب صلاتكم حتى نهتدي كلتنا إلى هذا الفرح حتى لا نبقى برة بالظلمة البرانية ولا يصير عندنا صرير الأسنان عن ندم اللي أنه ضيعنا حياتنا ما فات الوقت التوبة ممكنة ولهذا مهما كان عمرك أو عمرك أكو مجال تعالوا إلى الرب تعالوا اقبلونه واستقبلونه وراح تشوفون ما أطيب الرب امين